الذاتية بمجمع السلمانية الطبي واحدة من أهم المبادرات. طبعا هذه الخدمة هي من الخدمات التي وضعت ضمن برنامج عمل الحكومة وبتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين باهتمامه بأن تكون كافة الخدمات الحكومية خدمات إلكترونية تتميز بالسهولة وتسهيل الإجراءات لجميع المواطنين، بحيث تقدم لهم هذه الخدمة مقارنة بالعمل اليدوي السابق.